السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، طلاب وطالبات التعليم المستمر. حياكم الله مع درس من دروس مادة لغتي. موضوع الدرس الوحدة الثالثة اليوم، الدرس الثاني، ما أجمل العمل، ونتناول مكون وجيء. معا سريعا ننتقل إلى أهداف الدرس. درس جديد، أن يقرأ الطالب والطالبة الدرس قراءة صحيحة، أن يستخرج الطالب والطالبة ظواهر صوتية من الدرس، أن يكتشف الطالب والطالبة القيم الواردة في النص، أن يجيب الطالب والطالبة عن أسئلة تعليلية، كيف، لماذا، ماذا لو حدث. هيا طلابي الآن نتأمل هذه الصور. الجميع مجموعة من الصور، نتأمل الصور ونستنتج عما تتحدث هذه الصور. أحسنتم. الصورة الأولى، هيا نتأمل هذه الصورة، ماذا نشاهد؟ أحسنتم. إذن فلاح يستخدم المحراث ويقوم بحرث الأرض. ما معنى حرث؟ أي شق الأرض للزراعة. حسناً. والصورة الثانية، أحسنتم. طيور ماذا تعمل؟ قامت ببناء العش وتبحث عن الطعام لتطعم صغارها. الصورة الثالثة، نتأمل جيدا، هنا مجموعة من ماذا تسير بخط مستقيم مع القائد وبانتظام. أحسنتم. إنها النمل التي تقوم بجمع الغذاء وتحفظه لتستخدمه لنفسها في فصل الشتاء. الصورة الرابعة والأخيرة تتحدث عن النحلة التي تنتقل بين الأزهار وتمتص الرحيق لتصنع العسل. إذن نفتح جميعا طلابي على الدرس، نفتح على الصفحة الجميع، نقرأ الدرس قراءة صامتة. انتهينا. الآن هيا نستعد، نستمع إلى القراءة. الدرس الثاني، ما أجمل العمل. خرج خالد إلى حقل قريب من بيته فرأى فلاحا يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط. اقترب منه وراح يتأمله، ثم سلم عليه وسأله: ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ ابتسم الفلاح وأخذ بيد خالد وجلسا في ظل شجرة وقال: يا بني، انظر إلى تلك العصافير تغدو وتروح مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن
طعام تأكله وتطعم منه فراخها. وانظر إلى هذه النملات تذهب وتجيء، وكل نملة تحمل قوتها إلى بيتها كي تخزنه لأيام الشتاء. وانظر إلى تلك النحلة تتنقل بين الأزهار كي تمتص رحيقها لتصنع منه عسلا طيبا. فنحن يا بني يجب ألا نكون أقل من هذه الكائنات عملا ونشاطا، فمن جد وجد ومن زرع حصد. والإسلام حثنا على العمل حيث قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال خالد: حقا يا عمي، فما أجمل العمل، وسأحرص إن شاء الله على أن أكون في المستقبل عاملا نافعا لديني ووطني. حسنا، انتهينا. نعود طلابي إلى النص، نتأمل الدرس جيدا الجميع. هيا نتأمل عنوان الدرس: ما أجمل العمل. ما نوع الأسلوب؟ نتأمل بما ختمت هذه الجملة. ما نوع الأسلوب؟ هيا طلابي، أحسنتم. نعم، هنا أسلوب تعجب، نشاهد علامة التعجب، وبدأت الجملة بما على وزن ما أفعل، ما التعجبية. إذن هنا احتوى عنوان الدرس على أسلوب التعجب. ما أجمل العمل. نتأمل هذه القصة التي تدور أحداثها حول من ومن؟ من الذي خرج؟ أحسنت، نعم، خالد خرج إلى حقل قريب، رأى، أحسنتم، فلاح. إذن القصة تدور حول خالد والفلاح. عندما شاهد الفلاح يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط، اقترب منه وراح يتأمله، ثم سلم عليه وسأله: ألم تتعب من هذا العمل يا عماه؟ بأسلوب جميل ورائع، حيث أنه خاطب عمه بعبارة تحوي الأدب في التعامل مع الآخرين. نشاهد الفلاح ابتسم لخالد وأخذه بيده وجلس معه وأصبح يحدثه. عن ماذا؟ حدثه عن العصافير وكيف أنها مشغولة ببناء العش وجمع الطعام للصغار. ونتأمل هذه الصورة كما تحدثنا عنها سابقا، إنه الفلاح يعمل بجد في الأرض، فيقوم بشق الأرض وزراعة الأرض. نتأمل العصافير التي تقوم ببناء أعشاشها وجمع الطعام وإطعام الصغار. ثم تحدث الفلاح عن ماذا؟ أحسنتم، عن النملات، وأخبره أنها تذهب وتجيء وأنها تتعب في عملها لتحصل على القوت وتقوم بحفظه لأيام الشتاء. ثم ضرب له مثال آخر، كان عن من؟ أحسنتم، عن النحلة، هذه النحلة التي تتنقل بين الأزهار كي تمتص الرحيق. لماذا؟ ماذا نستفيد من النحلة؟ أحسنتم، في صنع العسل. وأخبره الفلاح أنه يجب علينا ألا نكون أقل من هذه الكائنات، فإن من جد وجد ومن زرع حصد. وذكره أن ديننا هو دين العمل، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة والعمل عبادة. وذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ماذا قال خالد؟ قال: حقا يا عمي، فما أجمل العمل، وسأكون إن شاء الله
عاملا نافعا لديني ووطني. هيا طلابي نتأمل النص، نتأمل كلمة خرج. ما نوع كلمة خرج؟ أخذنا أنواع الكلمة، هيا خرج. أحسنتم، نعم فعل، خرج فعل، بارك الله فيكم. إذن خرج فعل، أين الفاعل؟ نعم بارك الله فيك خالد، نتأمل هو الفاعل. فرأى فلاحا يمسك بمحراثه، بما انتهت بيته. هيا نتأمل بيته هنا، انتهت، أحسنتم، بها محراثه، انتهت بها. نتأمل يتأمله، هنا التأمل، ما معنى يتأمل؟ وراح يتأمل، أحسنتم، أي يمعن النظر إليه، يتأمله أي يمعن النظر إليه. نتأمل هنا، ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ بما انتهت هذه الجملة، بما انتهت، أحسنتم، انتهت بعلامة استفهام، فهنا سؤال. ما به هذا السؤال؟ متضمن أسلوب تعجب، تضمن أسلوب تعجب، ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ إذن هنا سؤال متضمن أسلوب تعجب. بارك الله في الجميع. نتأمل كلمة تغدو، ما معنى تغدو؟ تروح. هيا، هنا تحدث الفلاح عن العصافير أنها تغدو وتروح. ما معنى تغدو؟ وهي مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن الطعام. إذن ما معنى تغدو؟ أحسنتي، نعم، إذن تذهب في الصباح الباكر قبيل الفجر لتبحث عن الطعام في بداية يومها، وتروح تعود قبل الغروب، بارك الله فيكم. هيا نتأمل الجزء الثاني من الدرس. ما نوع اللام في كلمة النملات؟ نتأمل اللام، ما نوع اللام التي بدأت بها هذه الكلمة؟ أخذنا، أحسنتم، نعم، إنها لام شمسية، وهي لام تكتب ولا تنطق، أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا نتأمل بما ختمت هذه الكلمة، أحسنتم، نعم، إذن ختمت بتاء مفتوحة، وهنا جمع مؤنث سالم النملات. نبحث عن مفرد النملات، أين المفرد؟ هيا، أين المفرد؟ أحسنتم، نعم، نملة، نملة، بارك الله فيكم. نتأمل ما نوع اللام في كلمة الأزهار؟ الأزهار، ما نوع اللام؟ نعم، بارك الله فيكم، لام قمرية كتبت ونطقت، لام قمرية كتبت ونطقت، أحسنتم. الكائنات، ما نوع اللام هنا؟ نعم، لام قمرية كتبت ونطقت. العمل، هيا نتأمل العمل، أحسنتم، نعم، إنها لام قمرية، بارك الله في الجميع. إذن تحدثنا عن اللام القمرية واللام الشمسية، نبحث عن تاء مربوطة. هيا، هناك العديد من الكلمات التي ختمت بتاء مربوطة، هيا نبحث عنها. أحسنتم، أحسنتم، نعم، نملة تاء مربوطة، نحلة، بارك الله فيكم. حسنا، هيا نتأمل الكلمات
ونبحث عن تنوين وما نوعه. التنوين وما نوع التنوين؟ نبدأ بكلمة نملة. ما نوع التنوين هنا؟ نعم أحسنتم، تنوين بالكسر، بارك الله فيكم. في كلمة عسلا، ما نوع التنوين؟ هيا نتأمل. أحسنتم، نعم تنوين بالفتح، هناك فتحتين، بارك الله فيكم. إذن كان درسنا عن العمل وجمال العمل وأن جميع الكائنات هي تعمل، فلا بد أن يكون الإنسان حريص على العمل، وتكون دائما قدوته من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عمل وكافح في نشر رسالة الإسلام، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. هيا طلابي معا نفتح مكون وجيب. نقرأ الأسئلة، نبحث عن الإجابة في الدرس. الجميع نقرأ الأسئلة ثم نبحث عن الإجابات. انتهينا. مع أن نتشارك الإجابة، إلى أين خرج خالد؟ إلى أين وماذا شاهد؟ أحسنتم، خرج خالد إلى حقل قريب من بيته. إذن إلى حقل قريب من بيته. السؤال الثاني، فيما كان الفلاح مشغولا؟ الفلاح، ما عمل الفلاح؟ أحسنتي، نعم يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط. بما كانت العصافير مشغولة؟ تغدو وتروح. ماذا تفعل العصافير؟ أحسنتم، نعم ببناء أعشاشها والبحث عن طعام تأكله وتطعم منه فراخها. نتأمل، ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ على ما يدل سؤال خالد الفلاح؟ هيا، أحسنت، نعم إذن يدل على تعجب خالد من كثرة عمل الفلاح، حيث أنه يعمل بجد ونشاط دون ملل أو كلل. ندور الإجابات. نستكمل، هيا طلابي نقرأ ما تبقى من الأسئلة ونبحث عن الإجابة. حسنا انتهينا. لماذا تنتقل النحلة بين الزهر؟ لماذا؟ أحسنتم، نعم تنتقل بين الأزهار كي تمتص رحيقها لتصنع منه عسلا طيبا. حسنا، كيف يكون أحدنا عاملا نافعا لدينه ووطنه؟ ماذا يفعل ليكون نافع لدينه ووطنه؟ أحسنتم، بأن أتقن عملي وأعمل بجد ونشاط حتى أكون نافع لديني ووطني. نتأمل، ماذا تعلمت من العصافير؟ هي مشغولة ببناء أعشاشها وتخرج لتغدو لطلب الرزق،
تعود لتطعم صغارها. إذا ماذا تعلمت من العصافير؟ أحسنتم، نعم، الاستيقاظ مبكرا. فدائما البدء بأول النهار فيه بركة وفيه خير للبحث عن الطعام، حتى أن الجسم يكون في أقوى درجات نشاطه. و إذا هنا الاستيقاظ المبكر صحيا مفيد جدا ومهم للإنسان، فيكون الجسم قد هيأ الله سبحانه وتعالى النهار لطلب الرزق، ويكون الجسم في قمة نشاطه. حسنا، والنحل، ماذا نستفيد من النحلة التي تتنقل بين الزهر وتمتص الرحيق لتصنع لنا العسل؟ استمعنا إلى هذه القصة، ماذا تعلمنا من هذه القصة؟ هيا طلابي، أحسنتم، النشاط والسرعة في تأدية العمل، فالنحل يعمل دائما وباستمرار دون كلل أو ملل. النمل، هيا النمل، عندما هيا ماذا تعلمت من النمل؟ أحسنتم، الإدخار، أنه يدخر حتى يحفظ طعامه ليستعمله في الشتاء، والنظام أنه دائما يسير في جماعات منظمة. أقترح عنوان آخر مناسب للنص. أحسنتم، نعم، أهمية العمل. بارك الله في الجميع. ندون الإجابات. هيا نتأمل هذا السؤال، نتأمل الصورة. ماذا لو توقف الإنسان والعصافير والنمل والنحل عن العمل؟ لو توقفت جميع الكائنات عن العمل، ماذا يحدث؟ إذن أحسنتم، تموت الحياة على سطح الأرض. نكمل، ما رأيك بمهنة الفلاح؟ تعرفنا على الفلاح وأنه يعمل بجد، إذن ما رأيك؟ أحسنتي، نعم، إذن أنها مهنة مهمة جدا، فنحن الفلاح أحسنتم نأكل مما يزرعه لنا مما يزرعه الفلاح من خيرات. إذن هو صاحب مهنة مهمة جدا، حيث أن ما يقوم بزراعته نتغذى عليه. كيف تصنع النحلة العسل؟ كيف؟ هناك سؤال، ماذا تعلمنا من النحلة وكيف تصنع النحلة العسل؟ نبدأ بالسؤال الأول، ماذا تعلمنا من النحلة؟ النحلة، أحسنتم، الحث على العمل والاجتهاد في طلب الرزق. وكيف تصنع النحلة العسل؟ هيا، أحسنتم، نعم، تنتقل بين الأزهار كي تمتص رحيقها فتصنع منه عسلا طيب. هيا هنا بعض الظواهر نتأمل الكلمة ونبحث عن الخيار الصحيح من بين الخيارات. عسلاً، عسلاً، نتأمل كلمة عسلاً، هل احتوت على تنوين فتح أم تنوين ضم؟ هيا أتأمل الكلمة جيداً، هناك تنوين، ما نوع التنوين؟ أتأمل هنا، أحسنتم، إذن تنوين، أحسنتي يا رائعة، نعم، تنوين فتح. النملات، كلمة النملات ختمت ب
بي، تاء مفتوحة أم تاء مربوطة؟ بما ختمت أحسنتم، تاء مفتوحة. بيته، انتهت هذه الكلمة بماذا؟ هل بهاء أم مد بالواو؟ أحسنتم، انتهت بها آخر الكلمة. بارك الله في الجميع. نتأمل هذه الحكمة: من جد وجد، ومن زرع حصد. إذن أحسنتم، جملة حكمة جميلة وردت في النص. نتأمل الآن القصة، قصة ما أجمل العمل. الكائنات المذكورة في القصة، هيا طلابي نعدد، ما هي الكائنات؟ الإنسان، خالد والفلاح، العصافير، تحدث عن بعض الكائنات، النمل والنحلة، دار الحوار بين من ومن؟ هيا نتذكر، أحسنتم، خالد والفلاح. دارت أحداث القصة في الحقل. الحكمة المذكورة في القصة، هيا: من جد وجد، ومن زرع حصد. علامة الترقيم في العنوان تدل على، نتأمل العنوان، علامة الترقيم على التعجب. تحثنا القصة على ماذا؟ على ماذا؟ أحسنتم، الجد والنشاط في العمل. إذن هنا أكمل الشكل: الإنسان، التشابه، الكائنات المذكورة بالقصة، الإنسان يعمل بمهن متعددة، والإنسان يميزه الله بماذا؟ بعقل للتفكير والتخطيط وتحدي الصعاب. هنا التشابه بين الإنسان والكائنات، أنها كل الكائنات تسعى لطلب الرزق. الكائنات، النمل والنحل، كل كائن له مهنة محددة. لا تمتلك هذه الحيوانات التفكير أو العقل للتخطيط والتفكير، وهذه نعمة من نعم الله على الإنسان. الاختلاف هنا أن الإنسان له عقل والكائنات لا تملك العقل. الواجب، الجميع يدون الواجب: قراءة وكتابة الدرس في كراسة لغتي، وحل التدريبات أعلى الصفحة. إذن قراءة وكتابة الدرس، نسخ الدرس، واستكمال حل التدريبات. إلى هنا انتهى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.